ترى احمد رحيم، احمد رحيم خامه صوته مميزه مختلفه. هو خامه مش اداء، خامه. انا اختلفت مع، انا ما اختلفت معك، الجميع يعني مميز، لكن انا اشوف سعود الجوزة عنده طبقه صوت منقرضه، هي ما ملكها الا مثلا فهد بن سعيد وحيد الجزيره الله يغفر له ويرحمه، عيسى الاحسائي. انا اطالب من هذا المنبر برامج الواقع لا تجيب اي احد من المره، المره اكس لن لا لا يجي منشدين غير المره، لن منشدين المره ياتون في برامج الواقع يعذبوننا نفسيا. ما معذبين برامج برا. نعم ما شاء الله عليهم تبارك الله. سعود ومسعود تتفقون ان الخامه مميزه، انهم الافضل. انت اختلفت معي قبل شوي في ترتيب المنشدين. انا اختلفت في ترتيب المنشدين، سعود رقم واحد، احمد رحيم من ناحيه صفاوه الصوت رقم اثنين، مسعود رقم ثلاث. لا أنا أشوف، أنا أشوف سعود مسعود أحمد أحمد، بس أحمد أداء مميز اليوم. لو شفته اليوم في المطبخ كيف كان، أنا نبرة أحمد جدا تعجبني، نبرته حلوة. أنا مسعود، سعود أحمد خالد. شوف لو لو مسعود أحمد خالد، أحمد يعني رحيم لو يغني على الحزن يعني والله الذي لا إله إلا هو نشر العرب. رأي بعد بدي عن ذلك. طيب بس أداءات أحمد ترى قليلة، والسبب أنها أمس يقول أنا ما أحفظ، ما أدري، لكن إن شاء الله تعالى الفريق السوشيال ميديا الله يبيض وجيههم سووا لنا فكرة مرتبة كده، ألا وهي سووا نزلوا تغريدة طلبات الجمهور من قصائد غنيات أو أنشدات أو قصائد تلقى، وجمعت في مجلد في ملف 64 صفحة، طبعنا منه إن شاء الله تعالى ثلاث نسخ موجودة الآن بكلها طريقة يعني بترتيبهم نعطيها المتسابقين هنا معاد الأحد عذر. طيب نشوف وتعرض كيف الفائد، ما خلي يوضح طلبات المتسابقين. طالبين مثلا يا سعيد بن درعان بالله عطنا شيلة يضايق، أغنية يضايق الصدر بالله وسع الخاطر، يعني يديها في الريال، يديها في الريال، في الريال تصير طلبات وتصير إسقاطة. رحب بكم مشاهدينا الكرام بعد هالنقاشات، كان نقاش جميل تحت البث، وأنا طلبت الشباب يكملونه حتى لا ينقطع هذا النقاش حول أصوات المتسابقين. هل تتفقون أم تختلفون؟ بقرأ من التاج بعد شوي اتفاقاتكم واختلافاتكم مع الشباب حول أجمل الأصوات. خلونا نبدأ بالإحصائيات، إحصائيات فوكس نشوفها سويا. الحضور اليوم صلاة الفجر كان فيه تقريبا أربع غيابات، غدوة الحضور متكامل، مع عند بعض صار فيه تأخير من بعض المتسابقين. صلاة المغرب حضور كبير، صلاة العشاء حضور غياب غياب غياب، وأنا أقول حضور، إحنا نبي حضور، تكفون يا شباب خلاص، الحين وصلت تكفون شباب، تجملوا على الشاشة، والله اللي قاعد يصير عيب، والله اللي قاعد يصير على الشاشة عيب، بعيدا عن فوكس بعيدا عن النقد، شاشة يا أخي فقرات. صلاة العشاء تقريبا النصف غائب، 11 متسابق، باكستيج الغائبين شخصين، ونضيف الغياب أربع أشخاص. ما أدري إيش مبرر هذا الغياب أمانة، ما أدري إيش مبرر هالخصومات هذه اللي قاعدة تصير. الفقرات اليوم كانت أربع، الشيلات 12، والقصائد ثلاث، رجع الريتم ينزل في القصائد، السوالف ترند 25، والمخالفات 64 مخالفة، التقييم 83%، مرات دخول غرفة التواصل مرة واحدة فقط. نجم اليوم سعد الشهري. سعيد مبارك، أنا لي تعليق على نجم اليوم اللي هو سعد الشهري، حقيقة يستحق أنه يكون نجم اليوم فعلا، أنه اليوم ما أدري هو سعد الشهري أو متحول من سعد الشهري، اليوم شيء فارق فارق، يعني إبداع منقطع النظير. بقية الإحصاءات يعني ما زال فيه أرقام غير مرضية، لكن نتمنى إن شاء الله نحن. كيف شفت اليوم بشكل كامل؟ عطنا رؤيتك لليوم. والله شوف اليوم، اليوم اليوم العصرية جدا ممتازة جدا، كان فيها جلسة سواليف، وكان فيه فعالية في الحوش كويسة مع بهاج ومع الشباب اللي مع أحمد رحيم، بهاج وأحمد وضاحي وسعد، وضاحي وسعد، فكانت يعني عصرية مميزة. المغرب يعني حضورهم كان بعد المغرب كان حضورهم موفق، يعني اليوم مجملا يوم رائع جدا، يعني فيه من الرياليتي فيه من السواليف. عبد الله كيف شفت اليوم؟ اول شيء اصب عليك ابو عبد الله على المتسابقين وعلى الساده المشاهدين اليوم بشكل عام. اول شيء انا بنوه على نقطه، في ميزه في المتسابق. عليكم علينا، صب عليكم شباب، يلا كل يوم نسولف يا عبد الله، يلا امشي في ذمتك، كل يوم حنصبح لنا، اصبح على نفس فهد الطاهره واصبح على سيدي الشباب من اليوم ورايح معنا ابو حمد يصبح خلاص نبدا ايه وكنا مصبح بشكل عام. وش خلينا ننوه على نقطه ابو عبد الله، في تميز في النسخه هذه في تنويع الرياليتي، الرياليتي عالي وفي تنويع، في سوالف منوعه، في فعاليات، فيها تنويع حتى في اعداد اللي موجودين في الجلسه، هنا 6 وهنا 7 وهنا 10، ف
فيعرفون متى يتواجدون ومتى يغيبون. انا انوه على مسرحيه سداح اللي سووها البارح الشباب، كانت جدا جميله، ويعني كانت جمعت بين الجديه وبين المزح، وكانت يعني اكد انها ما كانت ببروفا، يعني جات معهم في الرياليتي كذا، وكان موضوعها جميل. فنبغى هالجديه وهالروح في العرض الاخير لانه مهم. بشكل عام مميزين الشباب. فهد، كيف شفت اليوم؟ مخالفات، قصائد، سؤال، بشكل عام. عندي اعتراف. اعترف. وفضفضه تاخذ مني دقيقه كامله. تفضل. الفضفضه والاعتراف ان فهد معيان انا له ان يصرح في غير العاده انه وقع في غرام هذه النسخه. انا احبكم جدا، اللي جالسين تسوونه شيء مبهر للغايه، معذره عن جميع، يعني بغض النظر عن جميع التقصير، عن جميع اللي جالس يسوونه الشباب ممتع، ونحن يعني يا ابو عبد الله ولا يهونون الاخوان، نحن محظوظين بنسخه متفرده. انتم مبدعين، انتم ابطال، انتم مميزين. اعيدكم وعد انني سوف احاربكم واقاتلكم حتى تزيدون تميزا وتزيدون ابداعا، لن ارحمكم، ساقرعكم، فقارعوني وعادوني وحاربوني فعلا. والله انكم مميزين، تكفون باسمي وباسم الطاقم كله وباسم الجمهور، ارفعوا رتمكم، غردوا، انتم مميزين لا مثيل لكم. اضيف على نصيحه فهد الشيء طيب. مهم كان عندي مركز عليه ابو عبد الله، وانت عارفه موضوع الغياب عن الصلاه يا شباب، يعني صراحه موضوع يعني أنا ما أبغى يأخذ محور طويل ووقت طويل. هذه صلاتكم، وحرصوا عليها أكثر من حرصنا حنا عليها وحرص المشاهدين عليها. فصراحة الملاحظة عليكم موضوع الصلاة مرة كبيرة وسيئة. هدوش تقول أشوف مسعود بن شعفول أجمل صوت. عندنا من أصدق ما قال معيان منشدين آل مرة تعذيب نفسي. صلوا على النبي تقول مسعود، سعود، أحمد تقريباً، مسعود حطيني الأول، فيه اختلافات. أنا وافق المسعود صراحة رقم هذا هو ترتيبه، هذا هو ترتيبه. مسعود صوت مميز جدا إلى الآن، هذا الجميع مميز. نسخة مميزة، نسخة إشهادية بارعة الجمال، نسخة مميزة ينقصها بعض خلنا نقول الملاحظات البسيطة اللي تعيب على النسخة. يعني أنتم إن شاء الله مميزين ورائعين، لكن في أمور بسيطة وجزئيات بسيطة لابد أن تؤخذ في الحسبان ويسلط عليها الضوء. تأكدوا أن هذا الكلام كلام فهد الحالة، لكن حنا سنستمر بملاحظاتنا، سنستمر بنقدنا، وسنستمر ب هذول. أبو عبد الله هذول مثل كسة العود، النسخة دي مثل كسة العود، كل ما حركتها زاد طيبها، ومثل الذهب بإذن الله تعالى كل ما حكنا. لكن لا ننكر أن فيهم فارغين وفيهم يعني أكيد. نحاس أكيد لابد، لكن هذا النحاس سوف لابد يكون في أساسي ولابد يكون في كومبرس. نعم أحسنت، ولا تعودت مدحتهم. طيب طيب فهد، أنت مسكر على ضيوف سيارتك، يعني انت اليوم كويس معنا في الفقره لكن مشاكلك برا الفقره. فالمفتاح يا شباب ارسلوا احد ياخذ المفتاح. انا للامانه سكرت الله يعين لسبب انك ما تبيهم يروحون. ما ابغاهم يروحون. اعطيتك اياها مخرج، الله يعطيك العافيه. فلكن لا تسكر على الضيوف مره ثانيه. طيب كيف يطلعون سيارتك؟ بيجون ياخذون مفتاح منك الشباب. طيب مشاهدينا الكرام، احنا شفنا الاحصائيات، لكن اليوم كان في تغيير جميل جدا امانه. انا على المستوى الشخصي حبيته. امس طالبنا في فوكس الاخراج اباظه مشكورا، بيض الله وجهه، اليوم عاش الواقعية معنا. تفاصيل التفاصيل عرضت على الهواء، تجهيزات الفقرات عرضها على الهواء، كان باكستيج معنا، تجهيزات على الهواء مباشرة. في صورة أنا طلبتها من الشباب يستعرضون، أعطونا إياها شباب إذا الصورة جاهزة، أو مقطع، أعطونا المقطع إذا هو جاهز حق باكستيج اللي كانت الأسبوع الماضي. ما في شيء جديد يعني. كلام الشباب يعني إذاعة اليوم مرتبة، مو نفس كل إذاعة، ولا هي استل إذاعة. لا 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 اللي كانت الأسبوع الماضي، ما في شيء جديد يعني. كلام الشباب يعني إذاعة اليوم مرتبة، مو نفس كل إذاعة، ولا هي استل إذاعة. لا 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 حلمك ما عليكم. ما أدري هذا المقطع وشو، ما أدري الشباب في الإعداد يعني أمانة، ما أدري المعد موجود معنا، ما أدري إيش هذا. ايش هذا؟ طيب هذا لا نبي ولا طلبناه. ما تعشى، ما قلت تعشى ولا نشوف فقره باك ستيج بالمناسبه بنجي لها حديث، لكن انا ابغى التجهيزات. صوره التجهيزات جاهزه؟ صوره التجهيزات ايش رايك في الفكره يا فهد؟ انه تعرض التجهيزات على الهواء مباشره. شكرا يا محمد اباظه، اشكر جميع طاقم الكنترول، محمد اباظه الطاقم الفني معه، الاستاذ شريف كذلك الطاقم الفني النهاري، شكرا لهم جميعا على سرعه التجاوب. قبلهم واسمع يا محمد اباظه، شكرا لنا
شكرا لنا لاني انا من هذا المنبر وطالب انهم يخلونا بضا يروح يخلوني مخرج. ما تطلع مني كذا حركت طبعا حقي يا اخي. شفت ايش تبغى انت؟ حتى انت ما تسوي زعلان ولا تضحك اشوفك. لا ما شخصنا معي تعال ايه حتى ما تسوي تضحك. فهد انت طلبت وين؟ ها؟ من طالب امس انا؟ يا فهد انك اوكي كويس وتنتقد بس مو تاخذ كل شيء تقول انا اللي قلته. لا فهد ما تسوي كذا. انا عندي متلازمه سعد القحطاني. اي اللي تاخذ كل شيء إيه تذكر هذيك إيه بالضبط نجيب افكار ويجيب إيه انا وياخذها سعد القحطاني بالضبط. ايش رايك في الفكره سعيد؟ الصوره جاهزه شباب عرضوا على الهواء والشباب يتكلمون. شوف فكره جميله وهذا ان دل على قوه هذه الفقره. كل ما يعني اوصينا على شيء يعدل على طول يعدل على مستوى الكنترول على مستوى الاداره على مستوى المتسابقين. كل ما قلنا ايش عدلوا يعني احنا وجدنا هنا لاحقاق الحق وتقويم يعني الخطا. بس مع ذلك فقرتكم نايمه فعلا نايمه ما فيها محاور والناس قاعده تعدل يسمعون كلامنا يعدلون يعني يعدلون وفي سب. ايه؟ كيف فقرتنا نايمه؟ ليش سبيت؟ يعني في تعديل وفي سب. في واحد امس غلط تغريده وهو فاقد الذاكره واتوقع انه مصاب برباعي القطب وهو يصاب ببعض الجنون يعني يقول ان المحاور بيض. اقول له انت البيض وانت اللي ما تفقه واتمنى انك تنضبط طيب. وتعدل من نفسك. طيب عنده قطب الان الصوره معروضه على الشاشه امام الساده المشاهدين. تجهيزات فقره باك ستيج كانت على الهواء. اباضه كان موجود يوزع ابو مني الجمهور يوزع المتسابقين يوزع المسرح يوزع فرقه الكشافه. هذا اثر فكره هذا فوق. هذه هي الواقعيه اللي نبحث عنها. اوكي انت برنامج واقعي المخرج يحتاج يروح خليه يطلع عادي. هل من المحرمات ظهور اباضه؟ خل الجمهور. هل مهندس الصوت من المحرم يعني ليش تطلع لي فاصل عشان واحد يركب صوت؟ خل الجمهور صوت اللي يحب هذا الشاشه ويحب هذه القناه يكون معك لحظه بلحظه هذا واقعي. يعيش هل يعيش. افضل يا عبد الله الروقي اني احط على الشجر لا. الكاميرا لا. واصور شجره واشغل لك شو اسمه بغيت اقول اياها للبزنس كفو يشغل لك دائما سكريبت الافضل ولا يجيب لك المتسابقين هم يجهزون؟ انت في ملعب المنتجع وكاميرات موجوده وبعدين هذه هي الكواليس اللي ما حققها لنا نواف التميمي. احنا نحتاج نشوف الشباب ردات فعلهم بعد الفقرات النقاشات اللي تدور بينهم. صارت امس في فقره الاستاذ سعيد كان موضوع اخر ونقاش اخر وفوائد اخرى. عيشوا الوضع مثل ما هو. اباضه يعني انا اشكر اباضه اشكر فهد معيان اللي صحانا وصحى اباضه يا ليت يعني وطالب يطلب لا تصدق الله يحفظك. اشكر قائد هذه الفقره سعود العتيبي الشمس المشرقه على كل نجاح يحدث في هذه الفقره. وشكرا لك يا محمد اباضه افضل مخرج واجهته في برامج واقعيه وسيرت قديمه وان شاء الله بس عاد ما تجي عياد يوم اختار لا شوف بالمناسبه يعني قبل فقره فوكس كان لابد من ظهور الرعاه. الرعاه لهم حق ان تظهر فواصلهم تظهر في وقتها المحدد لكن في الوقت المحدد ستظهر فقط الفواصل لن يظهر غير ذلك. فاصل قصير والباقي ريليتي. هل هذا وعد من محمد اباضه؟ وعد من محمد اباضه يقول انا ملتزم باعلانات تظهر غيره ريليتي في متسابقين ما في ضيوف ما دايم. كذلك اطالب من الاستاذ محمد اباضه ان يرجع الى سابق عهده بحيث ان الفقره فوكس تطلع 12 تطلع احنا موجودين احنا مو موجودين طلع اللوكيشن خلي الناس يشوفون الورق والجدران جايبينه من من ما راح يلقون على ندر خلاص انا دائما نجي بدري بفضل الله خلهم ينبسطون. نعم هذا الكلام ينطبق على جميع الفقرات صحيح. طيب عموما المتسابقين قبل شوي كنا نقول ان هذه النسخه مميزه وهي بالفعل. انا بس ابغاكم هذه للمتسابقين المقاطع التي ستعرض الان للمتسابقين حبايبي بالله تابعوا معنا بنعرض لكم الان مقطعين انتم احكموا بانفسكم. أنت أخوي متسابق حمد يعني لن نعلق حاج الجميع سعود مسعود تابعوا المقطع الآن يعني ما بنعلق لا أبغى تعليقكم بعد. أعطوني المقطع الأول لجلسة الشباب العصر بهاج وضاحي وأحمد وسعد. أعطوني المقطع. طال عمرك لابن عمي العصر دكي عنده أو الروح أنا والقروب اخوياي طيب الحديقه في بيشه تبعد يعني تقريبا 40 45 جميله جدا فيها على سبيل المثال العمده حق الحاره طعس والله اني صدق ساكنين في طعس الهبوب لا جت في عجهم ذحين يعني ما عندهم شغل ما بالحمد بعد الرطرطيه تبعد عني كيلو لان الدقيقتين هذه فيها حاضر وفيها بدو ايوه لو انك ايه ايه احنا طال عمرك عندنا مسجد اسمها مسجد الجذمه الجذمه هذا ما يصلي فيه غير العواده بس
احيينا عواد بعد ايه احيي والرطرطية معلش جلسة حلوة سمعنا السالفة جلسة الرطرطية استمتعنا بديرة بهاج وهذا المطلوب في برامج الواقع جلسة محفوفة نتعلم منها وناخذ معلومات عنكم ونتعرف إليكم عن قرب في جلسة ثانية كانت المغرب بعد تقريبا ساعة خلونا نشوف الجلسة هذه أبغى واحد بس يعلمني إيش استفاد أو إيش فهم من هذه الجلسة عطنا المقطع سامر ودعت علومك سعد اسلم عطنا هذا كشفيه التروي يلا ها مروق في القنقو مروق تروي هذا القنقو ذي جديد الصدق اي عزيز يا مروق مروق عزيز مروق عزيز كيت موز امانه عزيز كيت موز اكيد مروق يا سعيد نسوا انهم في برنامج واقعي كل اثنين يسولفون مع بعض وفاتحين لهم موضوع وسوالف ما تدري ايش يسولفون فيه يا والله ما ادري ايش يبغون يسولفون له يعني حتى دخل عليهم عزيز كل قام يرمي من عنده رميه موز كليت موز المايك كليت المايك وش دخل المايك وش دخل الموز انت في برنامج واقعي اهدى قدامك شاشه كاميرات ناس يتابعونك يا اخي جلسه انتم جالسين جلسه واحد يسولف بقيه يستمعون الناس يستمعون يستمتعون يعني شوف جلسة اليوم بهاج في العصر ما أجملها وتسولف عن ديرته يا أخي ما أجمل بهاج وهو واقعي يعني هو واقعي ما أجمل لا أنا وافقه بهاج في جلسة اليوم في أسماء وأنا اليوم مع سعيد اسمح لي سعيد بهاج أحمد رحيم سلطان الهميري سعود الجوزة متى ما كانوا في جلسة عرف أن هذه الجلسة منظمة وتستمتع بها والله اليوم بهاج والله وأنا على وأنا على ذلك من الشاهد كويس ابغى سلطان الهميلي دام فهد شاهد اليوم فهد اخلاق اليوم وقارين عليه ابغى سلطان الهميلي في غرفه التواصل انا اقول ابو عبد الله يعني هم في الجلسه هذه خلني اكون معك شيء منطقي شوي هم ما كان في سالفه موحده انا ضد ان يكون في سالفه موحده وواحد ماسك خط انك تقاطع هذه يعني في جلسه ما بدوا في سالفه الى الان فيمكن المغرب كامل يا عبد الله المغرب انا تابعت الجلسه إيه؟ كامله المغرب كامل يا اذا طارت المغرب كامل لا تعتقد المغرب كامل مثل ما قال سالفه الموز ويقوي الذاكره ما ادري ايش يزين مايك بس صار كل اثنين في زاويه يسولفون حرفيا نظام عزايم اثنين ايوه نظام كنك في عزيمه نظام عزايم او في استراحه بس الحاد بالحكم لهم هم شايفين جمال الجلسه اللي كانوا هادين فيها يوم وصل الواحد بموضوعه انا البارح شفت جلسه بين عبد الله الشليهيب وخالد الدوسري يتكلم فيها عبد الله عن موضوع يخص عبد الله الشليهيب الناس تعرفه سمعت القصه اللي طرحت في عند وليد قشلان في فور كومباس اي سمعتها كامله مو عشان الجلسه فيها اثنين فقط لا اذا كان الون تو والتناغم بين عبد الله وخالد يعني اشوف فيهم هالشخصيه خلاص مثل يصير عندنا في الفقره فهد درى اني بتكلم سلم انا درت انه بيعلق سلم هذا الون تو ترى ضروري فني جميل جدا في الشاشه مهم فهد تتفق في بعض الاسماء اذا حضروا جلسات زين نعم سلطان الهميلي سعود الجوزاء احمد رحيم في مجموعه حماده لا حماده منظم لا لا, لا ينظم الجلسه لا, لا 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 صدقني لو كان المغرب موجود لا كان ما صارت الدقائق يا فهد 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 انا حقك على حماده لا اقعد انت حماده حقك على حماده ما شاء الله انا توافقت الاجسام والله لو يدخل ذا الحين ما تقدر ترد عليه والله لو مع الباب ما والله ما اهتميت فيك ولا فيها انا المدير براسه زياده ضاربه ها المدير ضاربه حماده خل عاد بي حماده 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 على نفسه وعلى زملائه ما هو علي انا هنا فهد معيان انا سيف الحق الذي لا يقهر انا اطالب ان يجي حماده من الاستديو التحامل على حماده ابو عبد الله انا طالب البارح عجبني موقف سواه اللي هو جو خوياه للجلسه وكانوا يسمعون سالفه وكان عبد العزيز محمد يسولف قال يا الربع بالله اسكتوا خلوا احنا قاعدين نسولف في سالفه خلوا عزيز محمد يتكلم ايوه عشان عزيز محمد لو انه ثامر بن مدعث كان قاعد يقول لا 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 او بسام ولا بسام السيف يا اخي ايش فيكم على حماده يا اخي ارحموا من في الارض نحنكم من في السماء امس مدشن ثنائيه جميله حماده أوه. واليوم الثنائيه حقته معه في المطبخ يا استاذ وعايش جوه عندي سؤال الله يجزاك خير يا استاذ طيب شباب حماده شباب لا دقيقه شباب لا انا ودي نطلع في محور ثاني احنا في محور الجلسات نعم خل حماده يرحم الارض والسماء بعدين نقول لا انا ابغى في الجلسات فهد هل هناك طيب انا بسال سؤال بشكل ثاني هل هناك ناس يتبعون الكاميرا او يتبعون اشخاص معينين نعم مثل عايض الله كلوبي لا ما أعتقد رجع عليك كان غايب أمس على البث لا 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 أخالف لا أنت بشخصنها مرة كذا والله أخالف كفاية أنت بشخصنها فعلا أخالف في واحد من هو؟ في واحد عطنا اسم بسام السيف يتبع الجلسات والكاميرا حتى لما طلع مر من جنب الكاميرا قال كذا
وهذه وراء حركات واحد على على لسان بهاجي سعود اليوم في مجلس الطيبين. على لسان بهاجي مجلس الطيبين يقول انا قال لهم قال انا ما احب الكاميرا. بهاج ما يطرد الكاميرا خذوها مني، لكن اللي يطردون الكاميرا للاسف مكشوفين منهم خالد الدوسري. واحد واحد خلى على الله بس. خلى على الله. ايوه المهم ننتقل الى المحور الاخر وهو الاخ اللي انطرح من الضحك. الله جانا جانا رجال الله يزيك يا بات. طيب اشرب شاي اشرب اهدى اهدى. سلطان الميلي معنا جاهز يا شباب. سلطان الميلي في الكومش الروم، حياك سلطان. فيك ورحب بالأساتذة اللي موجودين معنا. يا مرحبا منور السلطان. الله ينور ايامك ووجودك. يلا حيا كيف حالك؟ يبقيك طول. استلمت النصوص حقت المسرحيه؟ استلمناها. الله الله. سويتوا بروفه؟ سوينا البروفه الاولى وباقي اكثر من بروفه باذن الله. طيب. توزعنا الادوار. سلطان عرفت تويتر ولا باقي؟ علامه تويتر عرفت ولا باقي؟ عارف لتسيب يعني تعرف تستخدمه؟ اي بالله عارف، لا يمكنني نسيت من البرنامج. ما ندري والله. طيب خلينا نشوف مقطعنا وياك يا سلطان نرجع. طيب ارفع الصوت شباب. السلطان اخذ الشاحن الان يجي الصوت. هذه الخطه من البدايه الشباب مسوين القصه. احمد كلام جامر جامر تعال انا بطه. طيب كيف استخدم تويتر؟ انا بطه. احمد جامر 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 تعال انا بطه. طيب كيف استخدم تويتر؟ انا سعود لا لا تركت. انا يقول كيف اقضي على التوتر؟ هو يقضي على التوتر. صح كذا. لا بقول لك شيء، ترى الصوت ما هو واضح بالحيل. لكن سم انت قلت كيف اقضي على التوتر؟ لا والله اتكلم عن تويتر وانا اعلمك ليه. احنا كنا هنا. اسمع ابغى اقول. يلا شباب دقيقه سلطان بيعطيكم الان دوره كيف تستخدم تويتر. تفضل سلطان. انا مدرب سلطان. ابغى اقول لك شيء. طيب تفضل. كنا هنا عند غرفه التواصل، كان معنا شخص من الاعداد واساله عن الغرفه هذه اللي هي غرفه التواصل. من هو الشخص؟ والله اذا ما كان محمد عيسى او عبد العزيز العصيمي من الشخصين ذولي. طيب محمد عيسى وعبد العزيز العصيمي معنا في الكنترول شباب. طيب ابغى اقول لك، هل سالكم سلطان عن استخدام تويتر؟ قلت ما ابغى اتصال. الدقيقه بكم؟ قالوا فتح الدرج 200. قلت طيب ابغى استخدم تويتر، كيف اقدر استخدم؟ كان معك احمد رحيم؟ كان معي احمد رحيم. وانت سالت احمد ولا سالت عبد العزيز ولا محمد؟ والله ما ادري من اللي سالته منهم، لكن ولا علي بن سعيد. عندهم عندهم عندهم، اسالهم بيجاوبونك. لان لي يومين اسالهم عن غرفه التواصل، قلت انا ابغى افتح الدرج، ابدخل تويتر والسناب، عندي امور انا بعاين فيها. طيب ما استخدم غرفه التواصل الا عزيز. اي اتصال. واحمد رحيم ما له علاقه في غرفة التواصل. لا كنت أسأله، حنا هنا، حنا قبلها. أتوقع لو ترجع للكاميرات قبلها بتشوفنا واقفين هنا عند الباب. أنت تقول يا أحمد علينا بث. أقول أحمد علينا بث؟ إيه كنت أسأله. واضحة يا ما سلطة. قلت يا أحمد علينا بث. أحمد ألا المقطع. عيد المقطع يا سلطان. عيدوا المقطع وارفع الصوت. ارفع الصوت. عالمين يا ابن الناس. عطول ارفع الصوت. سلطان اعترف. اعترف بيش يا ابو معيان. يا اخي هو يقول انت شفتوا البث، قصد البث. كيف تفتح تويتر يا شباب؟ احسن الظن في اخوكم المسلم. هو يقول شفتوا البث، قصد البث في بس معنا في في المنتجع. يا اخي تظلمون الرجال. بس انه يستخدم لغه الثأثأة. ايه عنده ثأثأة. قلب الساء ثاء. يقول شفتوا البث فصيح. نعم. هذا ارفع الصوت خلوني اسمع. احمد جامر 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 تعال انا بطه. طيب كيف استخدم تويتر؟ انا بطه. احمد ثاني البث. طيب كيف استخدم تويتر؟ احمد مين؟ احمد العصيمي. ما عندنا عدد. دقيقه خلاص الغوا المقطع. انا محسن الظن فيه يا فهد. انا محسن الظن فيه خلاص. طيب سلطان انا بنهي الحوار. سم سلطان عبد العزيز العصيمي ومحمد عيسى يقولون ما كان عندنا سلطان ولا تواصل معنا ولا سالنا. والله اني كنت اسالهم عن غرفه التواصل أنا كيف اقدر استخدم وسائل التواصل، واني كنت سلطان. اتوقع اسال احمد اقول احمد انت سلطان. بتكلم كيف استخدم السلطان. سلطان نعرف قبل البرنامج وفي البرنامج. سم. صح ما اسمع. اقول نعرف قبل البرنامج وفي البرنامج. الله الله ما عهدنا عليك كذبا. ماني بكاذب ان شاء الله. اجل فهد انتم وش اللي جاء في بالكم؟ طيب
لا لا ما جاء في بالنا الشيطان لا ما نسمح للشيطان يا سلطان لا لما تطمن عليك قضنا عليك بالتوتر بس احنا بنسال عندك بروفات مسرحيه فقط خدتها وشكرا يا سلطان يعطيك العافيه يا سلطان شكرا شكرا لكم انتم بس انتبه لا يكون البث عليك ها يا اخي هل هذه التصنيفات مقنعه يا اخي ما هي مقنعه يا جماعه عبد الله انا محسن الظن هي انت بقف والله كان عندنا في نسخه البزنس ولا مقطعوا والد كناس تجحد جحيد ما بيجيب خلاص سلطان ما نحتاج شكرا سلطان سلام كان عندنا ناس في البزنس تبنج شباب الريالتي باضه مو كذا الريالتي خلاص باضه انت نزل عند الشباب ناس في البزنس تجحد جحيد ما قد شفت مثله الشباب هنا يا اخي صادقين زياده على اللزوم ما يصلح والله لا تصير صادق انا عندي اقتراح انا دقيقه صح اذا معك جوال لا تصير صادق غلط غلط يعني انا لو اني محلك كذا قلت لا ما هو برا ما هو بصوتي انتم مركبين مقطع نفس الحركات عندو قاصي المقطع ما كملتوا المقطع عندي بس مو تسلم نفسك كذا يقول احمد محمد حطوه محمد عيسى وعبد العزيز عصيبي عموما انا كنت طالب غرفه التواصل يا جماعه الخير وانا اتمنى هذه من الاعداد ان تنتهي موضوع التواصل المباشر مع الاعداد يبغى معد يروح لغرفه التواصل وهذه رساله للمتسابقين الباب هذا سيغلق وهذا اللي نبهنا انا من زمان اي معد يتواصل مع المتسابقين مباشره اخصمه منه يا ابو سعد انا عندي مقترح بقى. اللي عنده شيء يروح غرفه التواصل قدام الجمهور وقدامنا عندي مقترح ان غرفه التواصل يغير اسمها الى سلم نفسك انت محاصر من فضل الله لنا ثلاث ايام الشباب يعني يعطونا الحقيقه احنا كنا نحتاج نصها او ربعها فلكن سلطان الهميلي انا يعني عندي شكوك ان عنده جوال خصوصا يعني موقفه مع لا مش سلطان دليل انه سال احمد اللي عنده جوال سلطان له يعني شريك مع حقين الجوال سلطان اعتقد ان في اتفاقيه بينهم انه هو يشيل البث عنهم وما يدبروا لنا الجوال لانه ما شاء الله يعني شايل البث بشكل كبير وكفو استلامات بس انه شايل البث عنهم هم سلطان لا نجم حتى اليوم كان يسوي القهوه عموما على طريق غرفه التواصل انا معك وانا اؤيد مو بنغير اسمها نلغيها يلا نقفل غرفه التواصل يلا يا ابو عبد الله تصويت لا انا عاتب لا بلغيها ليش ايش فائدتها انا عندي بديل ما فيها فائده لا في بديل في بديل نخليها كم شرب باك جوال فقره عندنا اسمها باك جوال اي صح باك جوال ايه. فقره عندنا هنا المتسابقين جوالات مبروك في فقره جديده بدا الشراول ما تدري يا اخي فقره جديده المتسابقين ولها وقت اي ضيف يجي ياخذون جوال يصورون صدق شيء موجوده ايش اسمها باك جوال باك جوال اللي يقدمها وائل الخواجي باك جوال ايه اسمها باك جوال يعني شفت شيء ثاني غير باك جوال استفدت منها شيء ها استفدت منها شيء شفت فيها شيء ما في اي فرق بس يجون ياخذون جوالات بس متسابقين يروحون ياخذون جوالات يصورون يكلمون يراسلون تويتر يعني يبغالهم حملات تفتيشيه بعد ها يبغالهم حملات تفتيشيه ما لهم دخل 20 جوال متسابقين والله ما لهم دخل يعني دقيقه بعد في لحظه صدمه انا ملومه احنا قفلنا غرفه التواصل خلاص الآن إحنا فتشناهم وهم داخلين ومسكناهم وهم هربين أنا يعني كيف وقلنا الجوالات منو لا لا ضيوف وائل الخواجي كل يوم خميس يجيب ناس معهم جوالات يشاركون مع المتسابقين يجي يشوف خدمة اجتماعية أنت قد سمعت خدمة مجتمعية اجتماعية وترني وائل الخواجي الله يوترك يا شباب لا تلوم أنا برضو أحسن الظن يا خواجي لا انا احسن بك يا اخي بدي اجيب خلق الله كلهم يلفلفهم جوالاتهم يا اخي في الاصل متدخل المصري يا اخي احسن الجوال يا اخي ما يشوف منكم شات يا اخي لا تحسب احد يجي وائل جوال يلغون وائل الخواجي يلغون سكريبت يا اخي تعبت انا من الجوالات يا اخي مفتش ضاعت برامج الجوالات ما يبغون نحسن الظن لا شوف احسن الظن خالد الدوسري شرفنا في غرفة ليش؟ نفتحها شوي في سلم يا اخي في بيت قبل نسكرها خالد تعال عاد تقول غرفه تواصل قلت خالد الدوسري يسلم نفسه يركب يركب سلم يركب سلم على وائل الخواجي بيت لابن جدان الله يرحمه اللي هو يقول الجهاله في ابن ادم توليه الدموع لو طريقها غادي يحسب انها متجه ما ادري وين راح يدخل متسابقين يجمعهم مع حق القشاف حفظهم الله يتصورون ويقلبون بالجو عايش جو يا وائل خالد اتق الله يا وائل اتق الله في نفسك بكره يوم قيامه يا وائل بكره يوم قيامه انت ضغطنا يعني اليوم مسوينك مسوي فيها جاي من الظهر عشان ما تتاخر لا تجي من الظهر ضربه الشمس لا شباب لو سمحتوا وائل انا ضد تنتقدون ولا تنتقدون اسمع وائل عنده فكر عنده جهد عنده موهبه ما يقصر يقدمها اطرح لك سؤال يا ابو عبد الله بطرح لكم سؤال خلوني اخذ دور سعود وش القاسم المشترك بين مفلح المشعلي وائل الخواجي مكيف اللي طاح ان كلهم يهبدون مكيف واضف عليهم عادل هيث واضف عليهم زياد الشهري يلا بعقضية هذا يبغى ينسلم من هالمايك لا يحطني طيب
شباب خلنا نشوف رأي وائل خوالجي عن فقرته والاستعدادات اللي يسويها ونرجع له. خلنا نشوف رأي وائل في فقرته كيف يستعد للفقرة ونرجع. لا شوف شوف هو في اعترافات قوية من اللجنة اللي معه. جهز المقطع شباب. طبعا هو يقول للجنة أن فوكس كانوا يتكلمون يقولون أن هذه إذاعة مدرسية وينتقد. ما قلنا. الغريب أن اللجنة كان لها رأي. ما قلنا. وهذا الرأي يوافق رأينا. ما قلنا. ليش؟ يوافق رأينا. حنا ما نفتي أبو عبد الله. هل تعلم؟ يعني اللجنة تقول هذه إذاعة مدرسية بس إنها. يعني الحين حب نتهاوش مع اللجنة ولا لا؟ لا اللجنة أخويا. خلاص يلا. زينة. طيب. يعطونا يعني المقطع. حتى لجنة ضده. لا إله إلا الله. عطونا المقطع. وما زال مستمر. والله ما أجيب الاتصال. اللي كانت الأسبوع الماضي ما في شيء جديد يعني كلام الشباب يعني إذاعة اليوم مرتبة مو نفس كل إذاعة ولا هي استل إذاعة لا 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 حلمك ما عليكم طيب أستغفر الله لا تعليق أمانة إذا أنا أستغرب من المتسابقين أمانة أنا أستغرب من المتسابقين أنتم اختارتكم لجنة ودخلين منافسة وعندكم مسابقة كل يوم سبت عرض أخير إيش اللي خلاكم تدخلون هذه المنافسة أنا ما أدري إنك تدخل في منافسة مع مواهب خارجية تؤيد عبد الله أم تعارض بس تؤيد أم تعارض لا والله عارض بس فيها نقاط يا عبد الله نقاط 2999 نقص درجة واحدة ما أدري تؤيد أم تعارض يا هذه مشاركة المتسابقين في فقرة باك جوال عارض وبشدة بدل الوقت اللي يضيعونه هنا أحسن يقضونه في البروفات تدري أنا أنصح مين فهد توافق أم تعارض مشاركة المتسابقين في باك جوال للأمانة إني ما أعارض والله إني قفطتك يا بابا والله إني قفطتك شوفوا ما ينقل علي شخص أنا معي والله إني قفطتك يا مجرم وأنت قعدون يعلمون في الريفيزن وما ينقل علي تضحك علي أنت معي والله ضد معهم بالأخير أنا ضدك لأنك أنت لست فهد اللي يعرفه صاير حنون صاير طيب ما يعني بقلب أنا ناقد أنا مقدم أتفق أفضل مع مين يلا قولي أفضل مع مين ما سعيد أجعلي جاهز اليوم سعيد لك ما سعيد واش دخل سعيد من سعيد سعيد درعان لا لا عطني متسابق عطنا سعيد درعان عطني واحد إيش سعيد درعان روحكم شوفوا طيب للحين هل الجمهور هل تؤيدون مشاركة المتسابقين في لا أنا لا أؤيد باك جوال ولا ما تؤيدون أنا ما أؤيد للأمانة ما تؤيد ليش لأن فكرة باك ستيج كانت تجيب مواهب صحيح أين هي المواهب أين هي الحقيقة الغائبة أين هي المواهب التي وعدتنا فيها يا وائل الخواجي؟ أم إن هذه الفقرة فخ لتهريب الجوالات؟ إيش يضمني؟ إيش يضمني؟ إن الجمهور اللي يدخلون ما يعطون المتسابقين جوالات؟ ولا يعطون؟ لا استخدام لحظة لا أنا أكلمك إعطاء. توعدون الأسبوع الجاي؟ إيه. إيه. ممكن. وهم نفس الأشخاص. أنا وايد يا أبو. والله يا إخواني يلا أنا أشكك في وائل الخواجي. وأنا معك. وأنت معنا. انا اؤيد مشاركتهم للحصول على درجات ولزياده بعض نفسه يا اخي طيب عندي سؤال يا اخي انت مقدم فقره ولا ايش وظيفتك انا مستمع اليوم ايش وظيفتك نفس بعض المتسابقين عندي سؤال يا ابو عبد الله انا فداك ايش انت مقدم فقره انت المسؤول عن هذه الفقره مدير الفقره صح نبغى درجات توزعها على المسلمين ابشروا بها متى ابشروا بها والله ها ما عاد الله ابشروا بها والله والله ما عاد الله والله انت ابشروا بها صدقوني ان شاء الله ما يجي يوم الاثنين أو عندكم درجات بيض الله بإذن الله ما عاد الله أنا اللي يقنعني ولا خلى بعضه يقدم الفقرة ويجي هنا يحلل شو اسمه أنا اللي يعجب يقنعني وش فيكم في التواصل أعطيه الدرجة شبه ما ينقل علي ينقل علي لين أخلص سالفتي بكلمتين وينقل علي يا أخي والله إنها ما يقصر ما يقصر بس إنه خله يا أخوي الكاميرا حط عليك نص راح في جوالك نزل جوالك خلي جوالك ما يعرف مني أنا وبعض وجوالي ما يعرف يا أبو يوريهم الستاند الجديد شباب معنا خالد الدوسري طيب عطونا خالد الدوسري عطونا خالد الدوسري خلوا الكاميرا على فهد عشان ما يتحرك انا مبسوط كذا كويس يا بابا خله ما يتحرك انا كذا اضمن فهد يعقل ويهدى خالد الدوسري منور الله ما اجمل عطونا خالد خالد حياك الله خالد مرحبا يا هلا وسهلا حياك انا سعيد وفخور جدا باطلالتك لا تاخذ كلمتي لو سمحت سعود وفخير مو بسعيد وفخير وراك معصب يا لا كلمتي ذي حقوقي انا سلح انا الشيء اللي اعطيتني اياه خالد لبيك خالد طال عمرك وشيء ترى انت احيانا صوتك مره عالي على الشاشه خالد اهدى شوي انا طالبك بالهدوء الان كذا اي كويس حتى المشاهدين يرتاحون شوي طيب خالد هلا والله امس ناداك مدرب امس ايه لا الا ناداك انت معه ايه انا معه احلف
اي والله انا وعبد العزيز العصيمي ما تراها في ذمتك دامك حالف. اي في ذمتي انت وضاحي وسعد الشهري ما جيتوا. ماني بحالف ما ناداني. طيب تاكد. عموما خلونا نشوف المدرب امس حضر وصور خطأ. وضع المتسابقين مع النصوص اللي جتهم. كانت هناك تدريب للفرقه الثالثه اللي تتكون من خالد الدوسري وسعد الشهري وضاحي اتوقع نعم ضاحي الشمري ولا حضروا. وخلنا نشوف النصوص وش سوى فيها الشباب. اعطونا المقطع شباب. ماني عارف كيف هم يبغون يصيرون ممثلين. هذه النصوص الآن أمامكم. المخرج والمدرب المسرحي جاي متذمر جدا من وضع الشباب مع النصوص رامينها وكأنهم لا يبالون لأنهم يحتمون بكم لأنكم الأسبوع اللي راح وقفتوا مع المتسابقين والمدرب يصيح وينادي ومعطيهم نصوص وأثبت ولا مع ذلك قلتوا لا المدرب خطأ. المدرب الآن جاء درب مجموعتين. المجموعة الثالثة ناداهم ما حد حضر وكان هذا وضع النصوص في المسرح. خلاص يعطيكم العافية. خلنا نرجع لخالد. نرجع لخالد. هل تبون يعني عادي أنا أتمنى من المدرب يدخل على الهواء خليه يجي في الساحة يا فلان يا فلان تعالوا معي مسرح. هي ما فيها إلا كذا أنا أتوقع ولا يا خالد؟ والله ما أدري هو أبخص باللي يسويه بس لما أنا إذا نادانا بنجي تأكد. يقول ما جوني الشباب وأنا كنت موجود معه ما جاء أحد وأنا أقول ما جاني. طيب ما ناداني. خالد عندي سؤال الله يسعدك. تبغى أنت تبغى البرنامج ولا لا؟ ابغى البرنامج. ليش طيب شنو مجيبني انا؟ اكيد ابغى البرنامج. تبغى البرنامج اكيد. ليش ما تلتزم مع الطاقم اللي جالس يشتغل عشانك؟ اي طاقم؟ المخرج والكاتب النصوص والمدرب هذول من الطاقم. طيب يا اخوي وش المشكله الان؟ وش اللي صاير؟ ولا شيء. لا لا انا ولا شيء ما ادري ايش بس اهم شيء روح روح كلم. طيب يا خالد في مقطع بك تشوفه. تفضل. هديت مره ارفع الرتم شوي بس ابشر. كويس زعلان. ما ادري هو زعلان لان قلنا ليش المدرب جاء ولا جاء. اعطوني المقطع حق خالد اللي عندكم يا شباب نبي نسمع تعليق خالد. الا في مقطع ايش في جالس كذا؟ انت خايف من احد يا خالد؟ لا من انا خايف من هذا؟ من انت خايف من احد؟ من هو بالضبط؟ انا اسالك خايف من احد؟ لا بالله ماني بخايف. خلاص اجلس زين. يلا اجلس زين وصحصح. كانك جالس في مواقف. اجلس زين. لبيك اجلس زين عدل جلستك بس ارفع الصوت يا لو سمحتوا. الصوت عنده واطي يمكن هو لانه متعود ترى ما عشان كذا عنده مشكله. اجلس زين. ايوه اضحك طيب انا معك سنون اطرح عليه ابو عبد الله. الله يعقل على تفضل عندك عبد الله. خالد صباح الخير. ارحب واسهل يا عبد الله. شلونك طيب؟ الله يرضى عليك يرحم والديك. عندي سؤال. لبيك. المنشدين اللي كانوا في برامج واقع قبلك كلهم ما ارضوا ذائقتك ولا ذائقه الجمهور. هل في النسخه هذه في احد افضل من صوت خالد؟ نعم فيه. طيب هذا يناقض كلامك. كنت تقول انا الافضل. انا حر في كلامي واللي اناقض فيه. طيب جميل. انا بالنسبه لي عندي معلومتين وعندي سؤال. لبيك. عندي معلومه انه بالنسبه لي انا مسعود المري صوته يعني اميز من صوتك. والشيء الثاني ارفع له العقال والله الامانه. والشيء الثاني يعني صوتك ومشاركتك لزملائك في عمل البرايم شارة البرايم يعني كان هو اللي طلعها بالشكل السيء هذا. وطبعا هذا كلام مهندس الصوت وانت ما التزمت. السؤال المهم يا خالد اسلم. بما انك يعني منشد مميز جدا الله على كلامك هل في احد من الشعراء تقدم لك بنص عشان تشيله وتدشنه في البرنامج؟ يعني الواحد ما يدري متى يطلع والانسان لازم يخلي له بصمه في البرنامج. في ما اللي قدم لك نص؟ شاعرين. من هم؟ مشعل العنزي والاستاذ نايف الشاعر بعد. طيب ها. عملت على تدشينها استاذ نايف؟ نعم الاستاذ نايف الشاعر. من هو نايف؟ ايش نايف الزيني؟ يعني إيه. مشعل استاذ ولا ما هو استاذ؟ من هو مشعل؟ مشعل دكتور. إيه؟ نسيت اذكر معليش سقط سهوا. ما في خلاف بس عملت على التدشين. انا جالس انتظر يعطوني الاشاره وجاهز ولا قد طلبت. يا سلام الله يسعدك يا خالد. لبي الله يلبيك. عندي سؤال الله يحفظك. اسلم. يوم كنت تسجلون لبريت شفتك متشنج وكانك زعلان. ايوه ما ادري ايش السبب. متشنج كاني زعلان. ايه حتى وضح في تسجيلك يوم كنت تسجل كان صوتك اعلى من صوت الشباب كانك تبغى تبرز نفسك. وش السبب؟
هذه ما ادري، انت اسال نفسك وجاوب عن نفسك. انا اشوفني لاني باكثر ولا اقل من الشباب ولا اني بزعلان. انا ما غنيت. اسمك خالد الدوسري؟ ما غنيت. انت صوتك اللي فرق عن الشباب ولا بصوت. انت اللي قلت اللحن لحني. أيوة. انت اللي قاعد تتضارب مع المسلمين. لحن ما هو بسعيد درعان. هذا انت الابريت لحن من يا خالد؟ الابريت لحني ولحن مسعود بن شعفول. طيب لحنك ولحن مسعود بن شعفول؟ الله الله. طيب ليش كنت زعلان ومسعود بن شعفول كان يضحك؟ من اللي كان زعلان ومن اللي كان يضحك؟ مسعود بن شعفول كان يضحك وانت زعلان. وش مزعلني انا؟ والله انت الحين زعلان من نبرة صوتك العالي في ذا تكون شوفوني موجود. خالد لبيه. هل هذه شخصيتك؟ شخصيتي؟ ايه ما ادري انت تشوف. احنا جايبينك عشان احنا نقيمك ولا شو وضعك؟ حن جايين عشان تسألني وانا اجاوبك. اجاباتك كلها تقول انت شو رايك؟ انت شو تشوف؟ انت يعني ما عندك مشكلة في الثقة بنفسك؟ لا بالله ما عندي مشكلة. ليش ما تجاوب عن نفسك؟ هل هذه شخصية خالد؟ وشو؟ ما ادري. يعني هذه شخصيتك ولا مو بشخصيتك؟ شخصيتي ولا هي بشخصيتي؟ وين شخصية خالد الحقيقية طيب؟ وين القاها؟ تلقاها بين الشباب، بين الريالتي و طيب خلينا نشوف شخصية خالد بين الشباب بمقطع ونرجع لكم. برجع اسألك مرة ثانية لأن بعد تقول اسأل نفسك. ابشر. من أناسين قسم بالله العظيم. هنا غير. أنا أكون صريح وشفاف مثل نفسها. أطل أشوف واضح صح؟ خليني أكون واضح معكم. تحت البث غير. سلام. ها تجون تدورون السوالف وتدورون تضحكون وانا اعطيكم على جوكم بحكم انكم ايش متصنعين لا ما متصنعين في روح حلوه في الشخص ذا الا برا البث يمكن خابر حسين انا اتمنى احس مصدوم والله من الجلسه هذه اتمنى من خالد يبين الشخصيه الحلوه اللي برا البث نتفق كل التاكل اباض يقول وانا اشهد خالد تحت بس شيء ثاني يعني الحين لا متسابقين ولا حتى المخرجين خالد بسألك بما أنك شفاف أسأل طلع في الشاشة قدام إيش كنت تقصد بهذه لأن الشباب ما أعطوك فرصة هذا خاف أقول يطلع إعلان إيه لا لا ما بطلع شيء إيش معناتها هذه أنت تقصد خوياك إنهم كذا إيش معناتها سمول كابتشينو يعني خوياك سمول كابتشينو لا أجل لا هاجل هذه من باب المزح فما ادري ايش الدولة انت وياها من وراء. لا لا هذا كلامك انا سالك عن كلامك ايوه كلامي ومزح فخلي المزح في جال المزح والجد في جال الجد اجاوبك على هذا وش كان مزح بيني وبينهم فقط كان نقاش جدي خالد حول شخصيه خالد انا الحين بوصل معك لنقطه لان انا ابغى شخصيه خالد ونحن نبحث عنها لا تعتقد انها هنا في الفقره انت جاي شادها مره يا خالد لا ريلاكس والله ماني بشادها جاوب عادي خذ وعط معنا عادي فكها اخذ وعط معنا عادي اخوك انا سعود فهد اخوانك ما حناكل ما حنا ما ما يسوون شيء ماني متوتر لا تخاف طيب ايش فيك متوتر خالد فيك؟ انت قبل شوي تقول شخصيتي مع زملائي زملائك يقولون شخصيتك مو معنا تحت البث انت قلت تحت البث انتم تجوني هل هم على البث انت تجوني كذا اي تجوني كذا ركز انت هل هم تحت البث يجلسون يسمعونك وعلى البث ياكلون الجو عليك عشان كذا انت ما تقدر لا لا اجل ايش ليش خالد مختفي على البث تحت البث يجوني وهم كذا حلو كيف وفي البث اجيهم وانا كذا حلو ايوه يعني اكتشفنا انك انت وياك كلكم كذا لا 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 سمحت لو سمحت يا استاذ فهد هذه اشرها انا وراضين منها اخوياي بس انت تجي وتاشر لا والله ما انت من اخويا المتسابقين لو سمحت يا تقول انت خالد تقول انا كذا خالد يعني انت يجي كذا هم يجون كذا مو بقى انتم ايوه كلكم تمشون كذا كذا كيف كذا كذا يعني كلكم كذا كلكم كذا انت كذا مره هم كذا مره النسخه كلها كذا احنا كذا احنا كذا ايوه احنا كذا ها احنا كذا ايوه والله العظيم ما بعد عرفتونا توكم احنا كذا شوف شوف والله العظيم والله العظيم دقيقة اهدى 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 لا تضرب يا خالد هذا بالله يسر فهد استخدم لغة الإشارة ابشر لا لا لغة الإشارة خالد عطني الكاميرا واضح بعد اذنك يعني انتوا ذا الحين ابشر انتوا كذا ولا كذا حنا بلياكم حنا بلياكم كذا 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 مالكم دخل لا لا دقيقه عشان نعرف انت عشان على الحجاب لان انا طاقم فوكس الموقر ما يتعامل الا مع الناس الكذا الحجاب كذا ما يتعامل نجوم نجوم سكريبت ما يتعاملون مع نجوم فوكس اللي كذا لا هذول انتم مو لا 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 انتم كذا كذا لا خالد اقدر اسالك بعد اذنك خلوا خالد اللي كذا يروح للزملاء اللي كذا يلا يا خالد انا ابغى اسالك يا خالد اسلم في عندكم عروض على الاحجام اللي كذا في ثلاثه مع بعض تعال في 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 شيء يستاهلكم تعال تعال المهم خالد سؤال مهم لبيك
الشخصية اللي كان يطالبك أحمد رحيم إنك تظهرها وش هي؟ كذا الشخصية اللي كان يطالبني أحمد هي رحيم ممكن مزوح ولا شيء ولا شيء ما يستطيع. لا يا عبد الله لا 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 شيء يستطيع. من يقول ما يستطيع هذا من هو؟ جاوبني على السؤال أفضل من المحل. وينه؟ أنا اللي كلمت. يضربني وينه؟ يضربني بالعقل. الشيء اللي كان يطالبك أحمد رحيم إنك تظهره في شخصيتك. حلو. يقول انه جميل ليش ما تظهر وش هو يا ابو سحاب اقدر اجاوبك انا انت وش اللي ناقص تشوفه ومكمله وش ابو سحاب انا اقدر اجاوبك ابو سحاب وش اللي ناقص عشان نكمله اشوف ابو سحاب طيبه عندك انت بس تحت البث سعيد. الامور حلوه انا اقدر اجاوب يعني. ابو سحاب اقدر اجاوبك سم. هم ثلاثه ما يقدرون يسولفون على الهواء إيه؟ نهائيا مضطهدين ثامر مدعث بسام انضم لهم الان خالد الدوسري انت الموضوع لا 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 لا, 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 لا. خالد الدوسري أحمد رحيم انا خلعتني جبت كان يطلب خالد الدوسري اللي كذا ولا يطلب خالد الدوسري اللي كذا بالضبط خلني اجاوبك على يمكن على قد عقليتكم ايوه خالد كان يطلب منها احمد من القليل اللي كذا علشان كذا ممكن يعني يطمع بالزود اكبر حجم دقيقه الحجم عندكم اكبر حجم كذا ممكن اكبر الحجم اكبر من حجم اكبر حجم كذا لا اكبر اقول يا خالد والله اخاف تطلع يوم السبت مع الباب وانت تمشي كذا كده يا خالد خلاص يا شباب يعطيكم العافيه يا خالد اصبعك في عينك يوجع مثل ما يوجع في عين غيرك طيب حلو. ركز على المثل خالد اسلم تمنيت انك يعني انت تحاول تطلع من الاوصاف اللي وصفت بها زملائك وصفت بها نفسك وتمنيت انك يعني توضح الامر كان بسيط اوضح وش هو اوضح في شيء يعني اوضحه ولا إيه وش إيه انا سالت سؤال واضح خالد اللي تحت البث يطالبون فيه زملائه وش اللي تحت البث انت جبني الحين وش اللي تحت اللي البث سال انا ولا زملائك أنا أحيانًا تتحكي عن شيء ما تدري وش اللي تحت البث أنا بقى أعرفه طيب والمشاهد الكريم بيعرفه ما لقينا إجابة إحنا طول اليوم يا خالد وحنا معك بلغة الإشارة تأكد أبغى إجابة يا حبيبي تأكد لو عندي شيء بتلقاها في البث طيب واللي يعني تحت البث جماعة الخير جماعة الخير زي ما أنتم شايفين هذا أقصى ما عند خالد هذا مستواه اللي كان خالد في لحظة إعلان دخول البرنامج خالد أنا سمحت لك بما في الكفاية بتكلم هذا أقصى ما عند خالد يقول هذا أقصى ما عندي خالد اللي لحظة إعلان دخوله فرح شديد وكنا نتوقع من خالد شيء كبير أمانة لكن في الأخير خالد طلع بخالد كذا نعم ونتمنى يا خالد بس أنك تلتزم لسه باقي توك إن شاء الله نتمنى أتمنى لا تتمنى انظر بس انظر سننظر أيوة ونجيب مجهر لأنك لأنك كذا أنت ما حضرت عند المجهر الأصحاب النظر الضعيف حنا نظرنا ضعيف لأن في ناس كثير يعني الحاجات الصغيرة لازم مجهر يا خالد طيب لا أتمنى يعني حاولوا تكبرون هجل طيب خالد عموما أتمنى بس الطلب أخير أنك تلتزم بالحضور مع المدرب إذا ناداكم أنك تجي أنت وزملائك في المجموعة بكرة أيوة. ما تطلعون تقولون ما حد دربنا ما حد أعطانا استلمت النص يا خالد أيوة استلمت النص النص إيه أربع نصوص موزعة وما جاني لحد الحين نص ما جاك نص أخذت النص من العيال وعطيتهم إياه اللي أيوة. كانوا أمس وليش مرمي في المسرح لأنك ما رح تأخذه عموما ما رح تأخذه طيب شكرا خالد يعطيك العافية خالد شكرا لك على المداخلة اللي حرام انها اغرب مداخله قد مرت على برامج الواقع كلها ايوه استفدنا حاجه واحده ايوه انهم كذا اكثر من كذا كل شيء يقول ايوه ايوه انت ايش رايك ايوه انت ايش رايك أيوة. انا طالب أيوة. منذر ما يعطي خالد حجم النص اكثر من كذا يا ليت تعطيه ورقه اي بس اي فور لا كبيره يبغى اي عشان واتمنى يكون مشهد بالمسرح دائم كذا على طول كذا لا والله خالد شخصيته حلوه امانه يعني امانه شخصيه خالد حلوه سؤال لكن انا كنت اتمنى انه ياخذ يعطي انا الشباب استغرب من الشباب بس دقيقه خليني اعلق سعيد اتمنى الشباب يعني هذا المكان ترى مو شرط انك تجي مناقر لا ترى احنا كان نقاش واسئله مدرب جاء امس ما جيتوا لا تجحد على الهواء احنا كلنا موجودين في الاعداد وعارفين انك ما جيت انت وسعد وضاحي سهلة جدا تعال خذ أي شيء ثاني ما معك نص تقدر تجي للإعداد الشباب قاعدين يدورون كيف يستخدمون تويتر أعطيك قاسم مشترك قدامك يا فهد أبو عبد الله اللي محافظ على الصلاة هو اللي حتلقاه محافظ مع منذر اللي محافظ على العرض الأخير محافظ لا شكرا بطريقة المخرج هذه وضعنا النقاط على الحروف عرفنا هل القصور من الإخراج لا صار يصور يوثق ما يلام هل القصور من المدرب هل القصور من المتسابق الآن انكشفت الأوراق الكرة في ملعب من في ملعب المتسابق يعني والجمهور هو الحكم هل التقصير منا ام منهم النص المرمي في المسرح واضح نص من لا حد يلومنا ايه حنا اذا تكلمنا في الحق قاموا علينا الناس انتم تشعلون الفتنه وانتم ضد المتسابقين وانتم طيب. تسوون وتفعلون تتركون هذا البرهان قدامكم حنا ما نتكلم الا من شيء انا ما ودي اخذ المحور اكثر اتمنى بس التزام فقط لان هذه شيء يعني يجملكم امام الشاشه ويجملكم امام النجوم اللي يحضرون كل سبت من الامور التي يعني خلينا نقول تنقص البث او تنقص هذه النسخه
حتى تكتمل تظهر بشكل جميل الإسقاطات من الفريق الإعداد. أمانة اليوم 25 كان هناك إسقاطة لكنها لم تسقط. أعطوني إياها يا شباب إذا هي جاهزة. يعني هذه الأهات من كاريزما تطفية الأنوار. طيب كمل أنت أوكي، ليش صليت الاستخارة في النص ورجعت؟ قبل خمس أيام هذه أول شغلة، أول شغلة كان يخوف الشباب فجأة هو أختلعه وطفها. أنا في الليل من إحدى مهني في الليل إني أقلب جازي عادي يجيبني وأدخل عليهم وأخلعهم ولا أشرح يعني أنا استغرب كان يبغى يخوفهم في يوم جنص يوم جنص أختلعه لا ما يصير يا خل إحنا نتكلم كلام إحنا ما إحنا في سناب شات إحنا مش في تويتر إحنا مش في إنستغرام نحذف وننزل. أنت يا أستاذي المعد أو أستاذي اللي جوا إذا بتسوي إسقاطه أو سقطه أو اللي تسمها اللي تسميها عادي أي شيء يسمها يا تكملها يا لا تسويها لا تعلقني لأن التلفزيون يعني يعتمد على القصة. القصة لها بداية لها لب لها خاتمة. إيش تبريرها يا مقطع؟ أركان القصة هذه أركان القصة إذا ما اكتملت هذا دلل على فشل من قام عليها. نقطة آخر السطر. طيب ليش وقفها يا بهاي؟ السؤال ليش ما كمل؟ ليه؟ فشل هذه السقطة. هذه السقطة الوحيدة عفوا الإسقاطة الوحيدة اللي ما سقطت ما جت يا أخي لعلها نزلت نزول مظلي فعلقت في الشجر ما ندري لكن للأمانة طيب. أنا أتكلم من وجهة نظر فنية يا جماعة الخير إحنا على الشاشة أنا كمشاهد في العصر في المغرب في الفجر في أي وقت أفتح الشاشة عشان أشوف قصة مع المتسابق قصة مع المقدمين قصة إذا بدأت في قصة إياني حتى أن محمد بعض أحيانا يؤخر الفقرة يقول يا شباب انت باقي شباب عندهم نعم قصه نعم نعم عندهم قصه لازم نكمل القصه عشان ننتقل للقصه الثانيه عشان ما نطمر قصه وسط قصه غلط. يا ليت يا شباب تمنعونا من اربع القصص هذه حتى ما يبقى البرنامج يحتاج لفته من الاعداد حتى تحرك البث شويه نشوف البرنامج قائم على اجتهادات الشباب ولهم قصرين امانه في تنوع كبير ما بين قصه وسالفه صح في احيانا بعض القصائد قليله واحنا نحاول ان نذكرها حتى يرتفع الرتم قليلا في اليوم الثاني عدد الشيلات أصوات جميلة وشعار. اليوم نصل إلى ملخص أتمنى يصل للشباب. الجلسات لما تكون خلنا نقول محفوفة أربعة خمسة أشخاص بتطلع بشكل أجمل. الجلسات الكبيرة اللي فيها واحد منسدح على جنب والثاني متكي والرابع معطي ظهره للكاميرا وسوي لي دائرة شكلها مش كويس على الشاشة. أنتم تعتقدون أنها حلوة أنتم لكن على الشاشة لا، على الشاشة مش حلوة أبد. فالتنوع في الجلسات حتى المخرج يستطيع أن يصنع قصة هنا قصة هنا. عموما الجلسات لازلنا نكرر تكفون يا شباب الجلسة الواحدة على الشاشة مش مرة حلوة. لا الجلسات حتزين إن شاء الله. حرف ال بابا يقول حرف ال احرصوا عليها لأنها جميلة جدا. حرف ال جلسة على شكل حرف ال دائم. هذا كلام من بابا المخرج. ليش حرف ال عشان لو جلسنا الحين حن الآن على حرف ذي يقدر المخرج يجيبني من هذه الكاميرا ويجيبني من هذه الكاميرا يقدر يجيبك يا عبد الله من هذه ومن هذه يطلع مقطعك واضح وصريح عشان يقدر يجيبك من كذا جانب غنيت يعني مره انا اليوم اتابع الشباب في الشيلات الجماعيه اللي في اليوتيوب يغني الكاميرا هنا ما يقدر يجيبه ما يقدر عشان كذا التنوع الجلسات مهم. بعض الشباب اذا جاء الليل يعتقد ان الجلسات اللي جوا محرمه ما يدخلها خلاص لا عادي يدخل جوا يا اخي نعم. عموما في تغريده هنا ابرار تقول خذاف من كاريزما يسعود العتيبي خذاف من عامر يا صانع المحتوى مش من كاريزما. انا ما اتكلم عن الاسقاطه انا اتكلم عن الاهات. انا اقول لابد انت عندك برنامج جديد هويه جديده لابد ان تكون هناك مؤثرات جديده اصوات جديده شيء مختلف ان حتى انت يا مشاهد لما تسمع الصوت ما تربطه سواء بعابر بكاريزما. عندنا بعض الاهات من كاريزما انا عارفها تنزل. عموما أمر آخر لفرق الدعم وهذا تنويه الآن مهم جدا بالنسبة لموضوع المبادرات من فرق الدعم. الآن مفتوح باب المبادرات لكن ركزوا فيما سأقول جيدا. أي مبادرة قبل تسوونها ترسل مقترح بالمبادرة إيش بتسوون ستحول هذه المبادرة إلى لجنة تقيم المبادرة هل هذه المبادرة نوعية تستحق أن تظهر على الشاشة عمدناكم فيها.
يعني لا تشتري شيء، لا تتكلف يا فريق الدعم، يا من تريد أن تقدم مبادرة لمتسابقك، أهالي المتسابقين ترسل هذه المبادرة إلى الجوال المعروف عندكم، بناء على المبادرة اللي أنتم راسمينها ستقيم هل الفكرة جديدة؟ هل هي نوعية؟ هل هي تستحق أن تظهر على البث؟ بناء على هذه الشروط سيتم الرد عليكم بالموافقة أو الرفض. إذا جاك موافقة بيقولون خلال كم ويتفقون معكم على تاريخ عرضها والتنسيق مع المتسابق اللي أنتم معه. عندي طلب أبو عبد الله، أول شيء أشكركم على التقنين في موضوع المبادرات وتشكرون وجهود جميلة جدا. عندي طلب، أي مبادرة في أي وقت إذا تمت الموافقة عليها تكفوني الربع، لا تجيبون طرطة كيكة كبيرة والله ما ناكلها، يعني أنا أقدر أجزم عن الشباب أنهم ما يأكلونها. أنواع الحلويات الجديدة كثيرة، جيبوا لهم أشياء تضمنون أنهم إن شاء الله بيأكلونها وما راح ترمى. الطرطة الكبيرة اللي كلها دريم ويب وإلى آخره والله يا الربع ما توكل، خسارة فلوس وتنكب لا سمح الله. فأخذوا نصيحة مجرب شاف هالمشهد أكثر من مرة وحز في خاطره، والله يبيض وجيهكم، والله هالله في التفكير خارج الصندوق. يعني مثل مبادرة فريق دعم سلطان الهميري كانت جدا جميلة مواكبة للحدث وفكرة قيمة، العبوا على هالوتر وكلكم فيكم الخير والبركة. كلمة أخيرة فهد، أبيها للمتسابقين، نبغى نرفع رتبة اليوم، أبغى فهد الطيب. لا أنا قد قلتها بداية أول ما تبغى والله أنا قد قلتها بداية برنامج يا جماعة الخير، نسخة رائعة. كنت أسولف أنا وسعود تحت البت في مرة من المرات، كنا نقول أنا أن الشباب يعني الشباب اختيروا بعناية، ما أدري أنا كنت أتكلم عن رأيي الخاص الذي يمثل فهد مع أيام فقط لا غير. أول مرة أحب نسخة بهذا الشكل، أول مرة من يوم أقوم إلينا نام وأنا أتابع الريالتي مستمتع إلى أبعد درجة. إيش يعني أنا ماني بصادق أستاذ عبد الله ولا كيف؟ أنت كيف يعني؟ تقول لي كذي كيف يعني؟ الكلام هذا أنت قلته أكثر من مرة وعدت على 86,000 متسابق. نعم. أنت رجل طيب القلب. نعم. ولكن لا تكرر جملة، هات غيرها. بس طيب أبشر، حاضر بس خلاص أبشر. أفضل يعني متسابقين جميلين جدا، المطلوب منكم يا جماعة الخير الآن الأنظار كلها لكم، الجميع يتحدث عنكم. يعني اليوم كنت في عزيمة مع أعمامي وأبناء عمومتي، والله كانوا يسألوني عن الشباب، فلان مميز وفلان ليش يسوي كذا وش المشكلة اللي فلان كذا صارت كذا وليش قلتوا كذا، ويعاتبوني الوالدة تتابع أبائنا أمهاتنا الجميع. أنتم محملين أمانة عظيمة أدوها على أكمل وجه، صلى الله عليه ولكم التوفيق. نعم سعيد. شباب والله جدا 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 مميزين، حتى لو حصل فيه تقصير، حصل فيه بعض التفويت، حصل بعض الأخطاء، ولكن مجملا الشباب كلهم سواء اللي باقي الآن في المنتجع أو اللي خرجوا والله جدا جدا جميلين بأرواحهم بتفاعلهم بالريالتي بالفعالية داخل المنتجع، يعني نسخة تحتار في تميزها وإبداعها. ثقوا ثقة تامة، نحن هنا يعني نقدنا بناء، ندعمكم ونشجعكم لكي تظهروا بالمظهر المحبوب كعادتكم دائما، وأسعدونا وأسعدوا الجماهير من خلفكم الذين يدعمونكم. أنا أقول على قولة المثل حمل الجماعة ريش، يعني أوصيكم بالتعاون، نسختكم ما ناقصها شيء غير أنكم توجهون بعض، تساعدون بعض، تتعاونون. الشعراء المنشدين نبغى تدشينات، أصحاب الأفكار والمحتوى الثري يقدمون، أظهر أخوياكم عطوهم مجال يسولفون، أنتم مميزين. أنا أتكلم عن نفسي على الصعيد الشخصي، ما هو عشان يناقد ولا عشان مقدم في الفقرة أتابع برنامجكم، لا والله أنا أتابع كمشاهد عام، تعجبني كثير من تفاصيلكم، كثير من سوالفكم، حنا معكم وداعمين ونقاد هذه بين قوسين، فنتمنى لكم التوفيق والسداد، وأنتم مقبلين أنكم تكسرون أرقام كثيرة في برامج الواقع، وشدوا حيلكم. بالتوفيق، شكرا لإيجابيتكم أيها الإيجابيون الرائعين أيها المميزين. وباب الهدايا بالمناسبة مغلق، لا يوجد استقبال هدايا نهائيا، احنا نتكلم عن مبادرات فقط، لانهم لا يستحق. مبادرة ما فيها كيكة، لانهم لا يستحقون الهدايا، لا يستحقون بدون طرطات. لا الطرطة انا كنت احسبها يعني حاجة، لا ما راح يجي طرطة يا سيدي الفاضل. خلينا نكون شفافين، المتسابقين هذولا ما يستحقون الهدايا، فلذلك قفلنا هذا الباب. نعم طيب، اخواني المتسابقين الكرام، طبعاً تبيض الله وجهك، حلت لأنكم مشكلة. أنتم قاعدين تستمتعون بفقرة فوكس، فولعوا اللمبات الآن لأن المخرج بيرجع لكم. في ختام الحلقة أشكركم مشاهدي الكرام على متابعتكم، وأذكركم ونفسي بوقف الأيتام في بلد الحرام في مكة المكرمة ب300 ريال فقط، تكفى اليتيم مدى الحياة.
مبلغ يسير وزهيد تصرفه في يوم على مطعم، تصرفه في يوم على كافي، تستطيع بهذا المبلغ أن تكفل يتيم مدى الحياة لوالديك، نفسك، أهلك، لمن لك أحق عليك. سعيد، نقول لا تحقري من المعروف شيء، أي معروف تعرفه فعله، فهذا المعروف يعني بين أيديكم الآن، ولا تعلم بأي فعل يغفر الله لك به، ربما هذا العمل البسيط هو سبب لمغفرة ذنوبك أمام الله سبحانه وتعالى. فنحث الجميع، المبلغ زهيد 300 ريال في وقف اليتيم بمكة لك في حياتك وبعد مماتك، فبادروا فبادروا. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحد الأساتذة اللي جانا نسيت اسمه، لكن يقول العلاقة طردية بين اليتيم واللي يكفل اليتيم. اليتيم لما تكفله في الحياة فأنت تكون صاحب فضل على نفسك أولا وعلى اليتيم في فترة وجيزة، لكن فضل اليتيم عليك أكبر عند الله سبحانه وتعالى حينما يكون سببا في مرافقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أجل عطاء وأجل جهد وفعل. فالأيتام منا وفينا، وحنا أمة يعني نتعاهد ونتعاون على الخير، فاستوصوا بأنفسكم خيرا وبأهاليكم، وحثوا بعض، تبرعوا عن موتاكم وعن مرضاكم، والله يقبل منا ومنكم. أسأل الله تعالى أن الله يقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نشكر القائمين على هذه القناة لإتاحة الفرصة لنا في المشاركة في هذا الأجر العظيم. نحن في حاجة للأجور، وإنما الدنيا قصيرة، أعمارنا لن يتعدى أحد منا 100 أو 150 سنة، 200 سنة، الموت قريب، لا نعلم أينا يومه الأول. فلذلك هذه 300 تشتري بها نفسك من عثرات يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن الله يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء. الأمر الثاني، أنا أشكر الأستاذ سعود اللي يصلح لي الكرسي، فصرت أقدر أنسدح شوي وأخذ راحتي. شكرا أستاذ سعود. طيب، بما أن رياليتي خلاص شو انتهت الحلقة، شكرا لكم، حلقة مميزة اليوم، صرتوا أخلاق كويسين، والله أنكم ما قصرتوا، والله ما هو بالعادة، والله العظيم، والله العظيم أنا اليوم بالعادة. اليوم أنا والله أنا اليوم والله إني مبسوط، وأنا يعني فيني حنية اليوم للأهل والزملاء، فقول تحن على الشباب. يا رجال، من الرسائل اللي أنا أعرفها اللي جتك، امدح فلان ونزل حطه. أما الحلقة ذا اليوم، ها؟ والله أقول لك شيء، كيف بنام أنا اليوم؟ كيف؟ والله لله الحمد، نادم على نفسي اني صرت طيب معه. يا اخي ما لا تعلم دك خاطر واحد خلاص انت. لا لا بالعكس سعد. طيب مفتاحك الله يعطيك العافيه. سعد ما موجود خلاص قفل. كيف طلعوا ذولا؟ لما انت تقول انت تعايرني تو الناس اني مقفل على الناس السيارات، ما ادري كيف طلع. وقال لي مع شو اسمه باب. بسم الله. لا اله والله سعيد جايين يا فهد سعيد، 2 برجر. اسمع، اثنين برجر، 2 سندوتشات بيبسي. تعرف بالله عليك عيال، تعرف بالله ايه سعد القحطاني بارك. انا تخيل اثنين تحلف بالله، برجر اثنين تحلف بالله، بيبسي احلف يا رجل. وبعدين يا قلت يا والله انه لا يحلف اني تعشيت انا اذبح لك بكره طلي فهد. زرط ما والله نذبح لك طلي بكره. شو يقول؟ انا وعدتك نذبح لك طلي اذا حلف اني خليته. اسمع، انا شفتك بام عيني. احلف. اسمع بحلف. لما جلست على بحلف راس مالك كفاره 150. طلع كذاب عند الموضوع. لا تعال كذبته فما له. والله انك عدو طلعت والله انك لا جلست. الله ربنا ورب. اسمع، ما عنده اللي يقول افتح الكيس. لا والله شوف جسمي رشيق. يقول افتح الكيس. اسمع، كيف نصرف ذول النقود؟ والله انا ودي بس صعب.